السلام عليكم، مساء الخير. جيت اليوم باش نتكلم على واحد الشيء اللي يهمني ويخصني ويخص خص يعني العالم المغربي المغاربي بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة. يعني نتكلموا على الشعر الملحون. هذا الشعر الملحون الذي تأخذ جذوره يعني بعيدة من العصر الأموي، يعني ماشي الأموي، الموحدين سمحوا لي، زالمورافيد. وقيل بأنه شعر هو بروحه يعني بنفسه، باه نتكلموا مليح، ما يعني دفعني ان اتكلم عن هذا الشعر، يعني على هذا الموضوع. هذا هو اني سمعت يعني مسؤولين على مستوى الوزاره في الجزائر يتكلمون، وسمحوا لي على كل حال، يعني ما يتكلمون بواحد الركاكه، يعني ليست لغه عربيه وليست يعني حتى دارجه، يعني ما عرفناش انا الى تكلموا، يعني لانه كاين الاغلوطه ما يتكلم باش ما يفهمش، وحنا ما فهمنا والو. كي يقولوا بلي انه الطبعه ولا كيسموها يا الطبعه العاشره نتاع الشعر الملحون الذي يقام في مستغانم، انا حضرت الطبعه الثانيه، والطبعه الثانيه كان فيها كما الطبعة الأولى كان فيها يعني الشعر المعروف سيدي الخضر بالخروف، ولكن أنا من بعد فهمت بلي أنه كل الطبعات فيهم سيدي الخضر بالخروف. وماشي قيلة، هما قالوا في لي ديكلاراسيون تاعهم، يعني في التصريحات قالوا بلي أنه هو اللي خلق الشعر الملحون، سيتادير قبل سيدي الخضر بالخلوف ما كاش كاين شعر الملحون. وكيف ظهر هذا الشعر الملحون سيدي لا الى الى سيدي بالخلوف ظهر وبينه، ثم هو جاء وبدا يحكي كيما هكذا. اوكي، سو عندي بعض الاسئله التي تطرح نفسها، يعني وهي انه هذا الشعر الملحون هذا، يعني تقولون هو سيدي الخضر، انا ما يعني محتفظ ببعض الكتب نتاع الملحون، ولكن انا ما شفتش كتاب كامل ديوان كامل تاع سيدي الخضر بالخلوف. الى اكزيستي الى اكزيستو با مانيش عارف. هو كاتب، يقال انه كاتب اكثر من ألف قصيده، يا داكور. انا ما هنايا انا حبست فهمتي، شفت سمعت انا ليزانتربريت نتاع سيدي الخضر، يستدير ليزانتربريت تاع الشعبي اللي يغنيو بالمنظور زعما والاله بورتيب الحاج محمد العنق الله يرحمه، بعض الاخرين المغنيين الفنانين غناو سيدي الخضر بالقلوف، ولكن انا شفت ماكسيموم كاع 10 قصايد. انا اعوذ بالله من قلت انا عبد الضيف، ولكن الا كان جاء انسان يتقدم ويوري لي الديوان كامل يا سيدي نشوفه. حتى ولو سيدي الخضر بالخلوف كتب مده، قالوا كتب مده 70 عام ويمدح في الراس، ابو بالك شكون يكره هذا الشيء، ولكن لدرجه مانيش نقول تقديس هذه الشخصيه هذه، نو، لدرجه انه هذه الشخصيه تظهر كل ما نديروا طبعه تاع الملحون. هنايا يا نجي سوروش، هنايا ما نجي معكم، ما نجيش معكم خلاص على طول الخط، لانه تو سامبلومون كاين جوج نقاط. النقطه الاولى انه الملحون، ويقال أن كل حضارة تخرج وتنتج من دمار أو يعني نزول حضارة ما، يعني كي الحضارة واحدة تموت الأخرى تعيش. سيدي الخضر ما جاش من العدم
وقال باللي هذا سموه الملحون، وانا شاعر كباقي الشعراء راني معاك، ولكن الناس ما التفتش النظر نتاعها ولا البحوث نتاعها في الوقت نتاع سيدي الخضر باللي كانوا كاينين شعراء اخرين. بالك تاني قدموا اشياء للشعر الملحون. زيد على ذلك ثانيا ويوجد ثالثا مداح السوق، وهو الذي كان يعني إنسان يدخل للسوق ويحكي بيقال الركاب باش يجلب الناس اللي تسمع سامعين، يجلبهم بهذاك الركاب، وهذاك الركاب يكون عن طريق باغ اكزومبل في إطار احنا نقولوا حكاية تاع ماشي حكاية سي لو راف، ولكن هذيك حكاية تعكس الصورة والتصورات هذوك الناس، يعني الخرافة ولا، ولكن فيها أشياء ماشي حقيقية، فيها أشياء رياليست ريال، يعني في هاد الحكايات، ولكن حكايات توثق سياق الحكاية بواحد الطريقة سلسة وفيها واحد الكلمات يعني مركبة، وتكون فيها تاني حتى تكون فيها القافية كما يقولوا لاريم. هذا نوع من أنواع يعني كما يقولوا الخزان الغير مادي، ويعتبر خزان يعني فكري وثقافي شفهي، ولكن ما بداش مع سيدي الخضر بالخلوف. سيدي الخضر بالخلوف كما نقول لك كان متأثر بأشياء أخرى، بك واحد قبل ما يكتب يكون عنده خبرة في الكتابة، واحد قبل ما يركب يكون عنده خبرة في التركيب. سيدي الخضر بالخلوف ناض زاد كبر وبدأ يكتب، يعني يوجد سلسلة، وحنا بدينا من سيدي الخضر بالخلوف حاشاه، يعني كل التقدير والاحترام والتقدير، ولكن السلسلة قطعت. يا دي مايون دانفلونس. الور لو مايون نتاع اللي وصل ليه سيدي الخضر بالخلوف، راه كاين واحد ولا كاين نظام ولا كاين فكرة قطع هاد الصيرة هذه، ونبداو غير من سيدي الخضر بالخلوف وصاي، وما كاش كيما هو وما كاش منه كاع. هاد الشيء هذه انا لن اشارككم فيها. لا لماذا؟ خلينا نكملوا النقطة الثالثة ومن بعد نعرضوا النقطة الثالثة. نسينا حنايا المغرب العربي الكبير، وسيما المغرب الأقصى، المغرب التي دخلت الحضارات من موريتانيا، دخلت يعني كان سوق كبير تاع تومبوكتو، كاع الناس تعرفوا، ومن هذيك الطريق كانت تسمى كي تقول طريق الصوف، كي يسموها طريق لا رود دو لا سوا، سيدي طريق كيما يقولوا طريق معروفه. الور كان يجوا يتسوقوا، يعني نعرفوا بلي انه كل ثقافات حتى الديانات مشات على عن طريق التجار، انا نعرفها. الور دخلوا كان يعني تريبيو دي بومبارا، السليغان، موريتانيا، غناوه، مشاو وكانت العربيه، كاين العربيه، يعني كاين تراث عربي، ولكن يعني في 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 في, في اطار الشفهي، ناس ما كانش كاين اللي كانوا يكتبوا، ولكن كانوا يكتبوا في اطار الدين، يعني القران وكلش والعربيه،
ولكن والمؤرخين تانيين يعني لي كرونيكر هذوك اللي كانوا يمشوا يزوبسيرفيو ويكتبوا الكتب مع لبناش والرام، يقول لك الزاويه فيها كتب قيمه، ما كانش قال لي حل الكتاب هذاك المغبر هذوك عاود سقم هذوك المجلدات وعاود كتبهم، دارهم في الاورديناتور، دارهم في اليو اس بي ومشى بهم وحب. اون نا با دانفستيغاتور دون سو سونس لا، كاع اون في دي سور بلاص وقاعدين والقرعه تاع الكازوز والقرعه تاع الماء ولاتاي والمكسرات، ورانا قاعدين نهضروا على اشياء. يعني لماذا تعرفت بواحد هنا داير كتاب ان روتريتي انجينيور تاع شيمين وانجينيور روتريتي لو تيري با سور لو 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 جوار دو بونجو هاكا دو نوت شوت ذا بونجو بلاير هكذاك وديديكاسي وكلشي نعرفو مليح استدار حوس اسيا واوروبا باش يحوس على منين جا البانجو هذا، ولقاه باللي جا من 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 من, من افريقيا وجابوه الكحولين هنايا. شوف يعني كي راح وين راح، راح راح وبتصاوروا كاع بتصاوروا كاع. حنايا لا عمرنا لا بوجينا من بلاصتنا، اون با بوجي، اون ا بيدجي كمان راه عندنا علاش الوزاره ما تعطيكش انت كاع بيتي وديرو من جيبك انت يا سي بور سا بروبر كيوريوزيتي باش يعني تحافظ بان الناس تهضر عليك، باكي تموت تخلي حاجه ارث، تخلي ارث راك جبتو صافو الكو صدقه جاريه باش الشعب يعرف روحو وين يسو ريبوزيسيون كولتورالمون. واش بيكم ما صاحبي؟ الور انا ما نلوم حتى واحد، ما نلوم حتى واحد، يا بوار يا مونجي. كاين ناس راهي عايشة على الشك تاعها، على كيما يقولوا مونسيوالمون سي دي زومبلوي د ليطا، راهم يديروا واش يقدروا، الله يسهل عليكم. ولكن سا سي با ان ترافاي تاع دي زاماتور ولا دي جون لي يعني يجيو يحموا البلاصة ويهضروا كيما هكذا، يديروا دي بتيت كونفيرونس هنا وله به لا بودرو زيو. نو سا سي ان ترافاي دو فون اي دانفستيغاسيون يا عباد الله. راه الملحون راه عنده فايت ألف سنة وقتاش زاد بالخلوف، اروع على هذاك ماشي ملحون وتعمل تاع بالخلوف ملحون، حاشا بالخلوف، انا نبغي بالخلوف، انا يا وليد بالخلوف كيما يقولوا، انا يا وليد المدينه وليد مستغانم. ولكن هذا ثاني ما نبغيش على الاكذوبات التاريخيه، نبغي حقائق تاريخيه داكور، جيم لي فيريتي هيستوريك. كريون لين ترافاي سور لين اخويا، قال سمعت ولا جبت من الكتاب الفلاني الزاوية الفلانية هاش تراهم يقولوا، ما عليش جيبوا لنا برك لي ريفيرونس هادو داكور. اخيرا سمحوا لي على كل حال، وانا الى اعطيت لي الفرصة باش نتكلم يعني على الملأ في الجزائر افيك دي انستانس لي يسمعوا اذان صاغية، اون بو كريي ان اوردر دي جور ولا اون بو كريي ان بروغرام، ما نبقاوش في هذوك الاخرين تاع على بالي بلي راه معيشه بزاف هذاك كي يسموه المهرجان، راه معيش بزاف غاشي. ولكن نديرو حاجه مليحه، نديرو قاطعه كيما لا رينيسونس بار اكزومبل، ولا كيما يعني الشعر كي يسموه الادب المعاصر في مصر، كيفاش قدروا يصنفوا الادب الجاهلي والأدب المخضرم الذي أتى من قبل الإسلام ثم بعد الإسلام، والأدب الإسلامي ثم الأدب المعاصر اللي مع أحمد شوقي، هذوك ما نخلطوهمش مع كاتب ياسي كي يسموه طه حسين، هذو احمد زيات، عمر ابو ريشه، كان كولكشن هنايا جبران خريج جبران، معروف الرصافي، ايليا ابو ماضي، احنا عندنا ثاني في المودرن عندنا ابو القاسم الشابي، مفتي زكريا، هذو يعني هذا يفوق سوا مودرن. وما نزيدوش نهضروا على الادب الاخر، نبداو حقبه تاريخيه ونكتشفوا المواهب الجديده اللي نخدموا معاها ونالفوا لها داكور. علاش؟ باسكو هاد المواهب الجديدة تتكلم على الواقع الحاضر، وكأنه السياسة الجزائرية تريدنا أن نغطس في التاريخ ولن نرجع. إن التاريخ والتواريخ ليست قبور، التواريخ موجودة باش ندو منها لي ريفيرونس.
ونعود نجو الحاضر باش ننميو الحاضر نتاعنا للمستقبل. اي سي با لو كونترير. اوكي سو راه كاين واحد يونيليت، راه كاين واحد النخبه راها معيشه يعني الفكر الثقافي الجزائري في الماضي، كاع صحاب صوالح الماضي يقولهم. باسكو علاش ما تتحاسبش كي تقول صوالح الماضي، ولكن كي تهضر على صوالح الحاضر تتحاسب. ومادام تتحاسب مادام عندك مسؤوليه، ومادام توصل لهذيك المسؤوليه مادام تعطي انتاج. ولهذا فانني يعني بالقلب الصافي يعني مانيش لن افوخ يعني مانيش نفوخ على روحي ولا اعتز ولا لا حاشا، يعني بكل تواضع هذا يعني شرف لي وشرف للبلاد نتاعي الجزائر، وشرف للمغرب العربي، وشرف لمستغرب هذه نقولها. ولهذا ف يعني لازم ان تتاح لنا الفرصه باش نصنفوا الشعر الملحون هذا المعاصر، نبداوه في حقبه معينه ونجو به كيما الشعبي على الاندلس لي تراديسيونال لي كونسيرفاتور، من بعد بداو لي مودرن، ماشي دي ليبيرو نو دي مودرن باسكو اوني دي كونسيرفاتور، رانا نعسو وحتى نحترموا التاريخ تاع الملحون تاعنا لانه منو حنا جينا. ولكن تعرفوا بلي المهمه تاع الملحون، لا ميسيون تاع الملحون سي ديكرير لا سيتوياسيون بريزونت، الاحساس الاني تاع دروك، ماشي احساس سيدي الخضر بالخلوف ولا احساس نتاع نتاع تاع الاخرين تاع كيسموهم تاع الملحون هذه ألف سنه. لا، كل واحد عنده احساسه في حقبه معينه ويحس به طريقة يعني تاع الوقت نتاعو. جمال بيان نقرا على الوقت نتاعي باش ننظم يعني ندخل مع الركب. ولهذا راني نقول بلي يعني لازم 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 قطيعة، يعني على بالي بلي يعني موجودة بزاف غادي يكون فيه انتقادات ولا يكون فيه، لا معليش معليش، لأنه إلا ما ندارتش اليوم تندار غدوة، ولا ما ندارتش يعني بالهداوة تندار بواحد الطاقة، طاقة فكرية، طاقة الوعي. مانيش نقول لك تندار بلا فيولونس، انا ما نامنش بلا فيولونس، انا ما نامنش بها، لانه ان نامن بالحق والحقيقة ولا لوجيك. الور كي تكون كاينه اون لوجيك وتكون كاينه حقيقه راح تدمر الاشياء الاكذوبات هذو كاع، تدمرهم الاشاعات وتهبط بلاصتها، باسكو الحقيقه عندها بلاصه الاكذوبات ما عندهم حتى بلاصه. ولهذا ماشي لاهداف سياسيه ولا لاهداف ديمومه النظام ولا لاهداف اشياء هكذا اون فيان كورومبر توت اون كولتور ونحطوا فيها واحد، خاصنا بلوطه في البالون يخصنا نصيبو زعيم، في السياسه خصنا نصيبو زعيم، وفي الاخر كلي حنايا ما عندنا والو. مي كاع الناس عندها فكر، كاع الناس عندها مخ، روحوا هودوا تحت للصحراء، راه كاين دي كروني تاع انتلكتوال اكستراوردينير تاع الملعون، اطلع للشرق او للغرب، اون في با سو ترافاي لا، حنا نستناو الناس يجونا، اي روح اثر انه اذا جوج كلاي منا تضغطي اي صح صحيت تاع الله يرحم والديك. لا سي با سا، يفو اون انستيتيسيون تاع الملحون تاع المعاصر، اون انستيتيسيون تاع الملحون المعاصر، وتكون صح بغيتو تقعدو مع الطبعه تاعهم هذيك تاع الاخر تاع السيدي الخضر ما كاش مشكل، تكون كاينه طبعه واحده اخرى تاع الملحون اللي يسموه الملحون الغشيم الجديد، ملحون الهجرة ولا ملحون المهاجرين ولا ملحون مي سي سا سا دوا دوني ان امباكت. هاو قعدنا في الطبعة العاشرة شكون قاعد يتفكر الطبعة الثانية ولا الأولى ولا الرابعة اش كان فيها ولا ما كانش، صار استفادوا لا ميموار سوسيال داكور. لازم تتبدل الأمور. دروك غادي تمارسوا عليا العنف، هذا العنف عايش فيه
نبات تجوز عما تسيو دخلوا فيه الشك ولا دخلوا فيه نوع من الارتباك ولا راكم غير تضيعوا في وقتكم. يعني درجة الشخصية ودرجة الكاركتير كوجي ستادير اللي اعطاها لي الله يعني باش نثبت بها وباش نعطي نمد بها المنتوج اللي ماشي تاعي مر عليا بركا سي دي زانسبيراسيون هذا إلهام يا ولدي اللي راه باغي يحوس يجي على طريقي انا ولا طريق الملحون الجديد هذا راه غير يضيع في وقته. الملحون الجديد يلوا اثر ستوري اون الجيري يا مستغنم كافي اقطار المغرب العربي الجديد والكبير. شكرا.